أمريني يا اختي. إذا بتريد ابن خطاب. إيه على عيني. محمي في حرمتين واقفين برا بدنياك. حرمتين؟ ما أقول لك شو بدهم. سلام عليك بس. خلينا نشوف. خير يا أختي. مين حضرتكم يا خواني؟ خطاب أنا سماح. أي زمن أي حب. شو جابك لهون؟ جايين قاصدينك يا ابني. حب الزهر بيضل. شرفوا أختي شرفوا. انتو شو اللي جابكم لهون؟ امشوا اقلعوا برا. انقلع من بيتي يلا. سالتي اذا سمحتي اطلعوا لبرا. يا حليم شو ما بتمشي نبيها من الحليم عبد الشوية ما تبعتني هيك عم تفوتني يا لست الثاني. انا الرجال هون لك انت ما حكمت على الفوز انت هدا اخوك. انا الرجال هون لو صار بدي افوت على البيت ومين بده يطلع؟ ولك يا ريتني متت يا خطاب. يا ريتني متت وما شفت اكيد فايتي بيتي. الله يقصف عقلي بس ترجع لعقلك. الله يقصف عقلي يا ريتني ما شفت حلو. انا اخوكي فهدي بيتي يا حلو. هو قالنا نجي لعندك يا ابني والله هو. شو بقدر ساوي لكم يعني انا خالتي؟ ما بيطلع بيدك تساوي لنا شيء. شكرا يا خطاب. قومي يا ماما قومي. يا ميت أهلين وسهلين. إن شاء الله ما تأخذونا. لا تحركوا من هون أنا جاي. يا اخي قل لي خطاب شوف لي البيت شو ناقصه وجهز لي اياه من المجاميع. البيت جاهز اخي يعني مونه اكل وشرب واللازم منه. تكرم عينك انت بتكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين اخي الله يرضى عليك. والله جيتك هي لا كانت على البال ولا كانت على الخاطر يا سماح. ليش نحن بنقبل ينقتل ابننا حتى نقبل ينقتل اخوك يا ست نبيها؟ القتل حرام يا ست مرزوقه حرام. الله يرحمه. نحن بنعرف انه حرام. نحن مو راضيين بهذا الشيء. نحن مشان هيك جينا لهون. بس ما فيني اقول غير انه اخي والله يسامحه. بس لا تفكري انه انا راضيانه. يا عمو شو بدي اقول لك؟ انت بتعرفي انه اخي حرمني من اخوك خطاب. بتعرفي انه انا كنت كثير بحبه. بتعرفي انه جوزني يا الله لا يرحمه ولا يسامحه جوزك ابو حديد. جوزك ايه لا يا مو كتب كتابه عليها وهرب من الوش لحتى شافه مقتول. بس هو وينه؟ نحن ما اجينا لهون الا مشان خطاب يسترك يا بنتي. خطاب يسترني؟ ليش خطاب بده يعني؟ بده يتجوزني؟ طولي
طولي بالك يا بنتي طولي بالي، ألف شغلة وشغلة براسه، شو بده يتحمل ليتحمل؟ وأنا يا شو الله جابرني يتحمل؟ وأنا اللي مفكرة من فوتي لعنده رح يتجوزني. رح بيصير يا بنتي رح بيصير، بس اصبري اصبري. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، قضيناها أنا وأخوكي خطاب 5 سنين ونحن مقضينا على أساطيح على أحاديث، ويا ما جرب يخطبني من أخي. طب وليش أخوكي ما جوزك يا؟ لأنه الاثنين حماماتية، وخطاب يا ما أخذ له طيوره لأخي ومعلق له ياهن على القصبة قدام كل الخلايق. يو كل هالقد الشغلة كبيرة بين الحماماتية؟ كبيرة وبس حبيبتي، هدول الحماماتية عندهم الطير أغلى من حالهم. لا وشو رأيك كمان مستعدين يقتلوا قتيل كرمال طير؟ عجيبة والله عجيبة. ايه ولي على هالسوسة شو كلها بلاوي مصبرة؟ والله مو العجيب يا ست نبيها، غير وقتي راح أخوكي وضرب أخي على شواربه وقرم له ياهم. معناها الشغلة كبيرة كتير بيناتهم ها؟ ايه لك عمو كبيرة، مشان هيك والله يا ست نبيها أول ما سمعت أخي قلنا روحوا لبيت خطاب يجي دغري لعنكم. والله يوفقك، حاكي أنت عني. أهلين وسهلين نبيها خانم. لقيت عليهم سقاط البيت، ما حدا فتح لي يا ابو نيزه. شو عم تحكي يا ماضي؟ شو عم تحكي؟ انت شفتهم لما راحوا ابو نيزه؟ سمعنا ابو الصيد شي. لك شو حكينا؟ انت قايل لهم يروحوا لعند قرايبينك شي؟ لا انا قلت لهم اذا ما رجعت هداك اليوم يروحوا لعند خطاب يا ابو نيزه. ايوه معناتها رايحين لعند اهل بيت خطاب. وشو اخذهم لحارتنا ابو ماضي؟ شو اخذهم؟ شان الله سمعنا ابو الصيد. هي سقطنا ها؟ ما حد نحكي بنوم بنوم. والله اشتغل بالي عليهم يا ابو نيزة. انا اليوم بروح وبسأل خطاب عنهم. وكل الله انت. الله وكيلة. الحريم ساكنين عندي يا ابو نيزة. وين ساكنين خطاب؟ لك لا يروح فكرك لبعيد ابو نيزة. اعطيهم بيت ما عادهم فيه لحاله. حتى لو قعدتهم عندك مي زبطة خطاب، مي زبطة. يعني شو قصدك ابو نيزة؟ يعني ما في شيء يربطك بينك وبينهم، لا هن قرايبينك ولا في شيء بينك وبينهم خطاب. ويعني شو بدك يعني ساوي لحتى يصيروا قرايبيني؟ اكتب كتابك على المستوره واسترها هي وامها. لا توقف خطاب، اصلا هن ما اجوا لعندك الا لانهم بدهم اياك. دول الزيتونات عن خطابك قاعدين ببيت ابو حديد وعايشين احلى عيشه. هيك طمنتني عليهم، والله ريحت قلبي. وراح تخليهم عنا بالحاره ابو ماضي؟ ايه ايه ابو صيد. لو كان انا رح شاشع عليهم كل يومين والثالث ابو ماضي. الدبور ما له مقصر معهم، لا تروح وتشاشع عليهم ابو صيد. لا بس انا فكري يعني مشان اطمن على حريم اخي ابو ماضي، مشان هيك اخي ابو نيزك. والله ايه لا تعذب حالك، انا كل كم يوم بروح بسال عنهم خطاب. شو عليه؟ مثل ما بتريد انت واخي ابو ماضي، بس يا ريت يعني تعلموني هيك وتطمنوني عليهم دخيل عمرك انت وياه. انا كرمالك بس يا نبيها ساكت على شوفه عزيزه لاخوها ابو شكري عندي بالبيت هون. معلش يا اخي خطيب، اخوها ما لها غيره. هذا اخوها اللي ما لها غيره، هو اللي شنطتني سنين وايام برات حارتي لك يا نبيها. مزبوط اخي، بس انت صار شو صار؟ اسمع بكلامي، لكن شو اللي بتقبل قلبي شو قلبك طيب؟ هلا يخليلي ياكل الحق وما يحرمني منك.